تعادلات يلعب اليوم هما أمام في مواجهة الفريق الأقوى داخل الديار هذا الموسم. مباراة واعدة بلغة الأرقام، نتمنى أن تكون كذلك بحديث الأقدام. وهذه كرة صعبة لصالح شبيبة الثورة، والحكم يقول وضع التسلل على لاعبي شبيبة الثورة. الكرة لصالح شبيبة في آخر المحاولات في هذا الشوط. داود من هناك يفضل يلعبها مع بلعيد حميدي في وسط الميدان. بلعيد يبحث عن الحمري، يجيه من هناك الكرة لصالح شبيبة الثورة. محاولة بالدخول بالتمريرات القصيرة من الحمري طويلة وبعيدة عن إطار مرمى الحارس أسامة لتيم. الكرة لصالح شبيبة الثورة من درواش، يلعبها مع حميدي بلعيد في مكان مناسب للتسديدة. الهدف الأول لصالح شبيبة الثورة. حميدي يعطي التقدم ويمنح الأسبقية لفريق شبيبة الثورة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع. 1-0 لصالح شبيبة الثورة. يتحرك الخط الأمامي وتتكلم الشبيبة بأول الأهداف في هذا الحوار. لابن حمو يمشي بالكرة من هناك، يلعبها نحو حميدي. حميدي من هناك التوزيع الأرضية، يستفيد من ركنية. التوزيع الأرضية يستفيد من ركنية. بن حمو في تنفيذ الركنية يلعبها باليسرى من هناك. بن حمو مرفوعة في القائمة الثاني، والهدف هدف التعادل لصالح مولودية وهران. هدف التعادل لصالح مولودية وهران. عادل الخطاب يذوق من شباك سعيدي ويكسر صيامه التهديفي الذي دام منذ بداية الموسم. عادل الخطاب يسجل أول هدف لصالح مولودية وهران. هدف التعادل لصالح مولودية وهران في هذه اللحظات في الدقيقة 58 في غفلة من دفاع شبيبة الثورة. هي شيء طبيعي. الكرة لصالح شبيبة الثورة، الكرة في العمق لصالح الشبيبة، والحكم يقول، والحكم ماذا يقول في هذه الكرة؟ على ما أعتقد هنا يقول فيه تحايل هنا وبطاقة صفراء على حامية في هذه الكرة. دائما الكرة لصالح الشبيبة من هناك، التوزيعة في منطقة الجزاء الرأسية، وليتيم، وليتيم يتمكن من هذه الكرة. أسامة ليتيم كان ممتاز ورائع في هذه اللقطة. اللحظات الأخيرة، الثواني الأخيرة، فعلا في هذه اللحظات يعلن الحكم صخراوي عن نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي، هدف مقابل هدف بين شبيبة الثورة.